يا روحي. بس استنى استنى هطلعك. استنى بس. ايه ده، رقبتك داخله فيها ولا ايه؟ استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا روحي يا عيني. لا ده شبك في رقبتي، مش هينفع. ما اعرفش، هات لي مقص من تحت. ثواني هجيبه لك اهو. حاضر يا روحي. الشبك ده مشكلة. استنى استنى استنى. استنى عشان دي شبكة في رقبتك. ثانية واحدة، استنى عشان ما تكعبلكيش. الحمد لله. صباح الخير على كل السادة المشاهدين، صباح الخير اللي بيسمعونا الصبح، ومساء الخير اللي بيشوفونا بالليل. هنا احب افرجكم بقى على الشتلات اللي طلعت واللي مزروعة في الفيرم كومبوست. بسم الله ما شاء الله، يعني نموها سريع ما شاء الله ما شاء الله عليه. اوريكم برضو الشتلات التانية. اللهم صل على النبي. مطلعة البادرات بتاعتها تمام، وهنا باينة خالصة. انا حبيت بس ابدأ الفيديو بتاعنا معاكم النهاردة بالزرع، لكن مش ده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. يلا بينا نبدا الفيديو. ريكسو تعالي، كنت فين؟ تعال اطلع اطلع، تعالي تعالي يا عبد الله. على السلامه، تعالي طلع يا بود. يا نهار ابيض عليك يا ريكسو، تعال اطلع جعان جعان جامد، جاي مقتول من الجوع. كنت فين يا لا؟ تعال احكي لنا مغامراتك. تعال ثلاث ايام غايب، ثلاث ايام غايب. مش عارف ينزل ولا لا. ينزل عادي بقى الشارع خلاص. حبيبي ينزل الشارع خلاص بقى، اطمنا عليه كده خلاص. حبيبي مش كده، اكل جميل. يلا بيه، يلا فوق، يلا روح اكلك من فوق. حط له في الصحن بتاعه. البسش الشيب والله مش مهم، خليني يفك. ماشي، ده زمانه ميت من الجوع. حول الله يا رب، ده جاي ميت من العطش. شربيه شربيه بسرعه، شربيه بسرعه. يا عيني كنت فين يا ريكسو؟ كنت فين؟ يا نهار ابيض على العطش، انا مش مصدق. يا روح روحي. يا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ده ميت من العطش ومعفن ومنتن. ده انا هحميه، وكله مزيوت وكله نيله. كله ده عطش، كله ده عطش. يا روحي يا نهار ابيض عليك يا ريكس. ده انت يا ريكس بلوى 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 بشاك. يا روحي يا روحي يا نهار ابيض عليك. شبع شوفوا وقفك ازاي. حبيب قلبي يا حبيب كنت قلبي. فين يا جزمه؟ تعال هو عايز يسلم على ماما الاول. ماما وحشته. حبيب روحي حبيبي. بس هو كده اطمنه بقى عليه يا جماعه خلاص. ده انا قلت بعتي كلبه يا جزمه وجاي خاسس.
بس مش معضوض. احنا كنا قلنا هيجي متعور ومعضوض. الحمد لله والله. لا 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 مفيش اي حاجه، مفيش اي صباح. بس وقع في بياره ولا مش عارف ايه اللي ده كله، مش عارف كان بينام في الشوارع. احنا نحموه بقى العصر، بقى نحموه العصر. ايوه جعان يا ريتو، ادي من الشغل حموه. جاي جعان، جاي جعان. انا كنت بكلم بابا عن ريتس ونزلت ادور عليه ما لقيتهوش، ببص زي فرحة لقيته يعني سبحان الله. سيبوه ياكل براحته يا جماعه، سيبوه ياكل براحته. بص هتضحك، ثلاث ايام ما اكلش. بقول لك يا بابا، حبيب قلبي، حبيب قلبي ميت من الجوع. كنت فين يا هلا؟ ده انا فرحان بفرحه، ده انا فرحان. انا ده انا كنت زعلان زعل. ده انا صحيت من النوم على بودي بيقول لي ريكس جه دخل الاكل، يعني متجمد بتاكل الاكل متجمد دلوقتي، وانت كنت بتتامر على الاكل يا ريكس. يا عيني ميت مقتول من الجوع. انا مش، هو مش صابر يعني لما سخنه له حتى. لا لا هو هيفك اصلا، هو هيفك. يا ريكسو الحمد لله على السلامة يا ريكسو، رحلة سعيدة، رحلة سعيدة. والله والله نزلت ادور عليه بالعجلة ورجعت، قلت لبابا انا خايف عليه ما يرجع، قعدت اجهز الشباك انا وهو، ببص فرح لقيته. انت انا هطبخ لك اكل مخصوص بعد غياب اربع ايام ولا ثلاث ايام ونص. هو بقاله كم يوم غايب؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام النهارده اليوم الثالث، بس الحمد لله ولا معجوز ولا حاجه خالص، هو بس عاوز يستحمى. فاكر ساعه ما دخت وتعبت بالليل؟ اه والله نمت، حلمت بيه انه داخل عليا. يا سلام، والله حلمت انه داخل عليه. بس يا جماعه خلاص بقى اطمنوا بقى، هو كده عرف خلاص وعرف البيت، بيلف البلد كلها ويرجع. حبيب روحي بيروح يتجوز ويرجع. على فكره ريكس ده هيظبط السلاله في البلد. هيجيب سلالة من الكلاب جميلة جميلة جميلة. أنا قلت سرقوكي يا أختي يا حبيبة روحي. الحمد لله، والله أنا استودعت عند ربنا، استودعت عند ربنا وربنا. لا ويا دخل علينا جري ويجري ويبوس في رجل عبد. يا حبيبي أنا ماما وحشتك. وعبد الرحمن أنت كنت بتقول لي إيه ساعتها؟ يالا ريكس وحشني، وخد العجلة يعني دور عليه في الشوارع كلها. ده شفنا كلب زيه في اخر الشارع، خليت عبده ينزل الساعه 3 بالليل وطلع يجري عشان يشوفه، لقاه كلب شبهه راح رجع تاني. ده جاي ميت من الجوع، ميت من الجوع، بياكل الاكل متجمد من جوع. يا روحي ريكس اللي كان بيتامر على الاكل بياكل عظم بس متجمد. ده انا هطبخ لك اكل جميل يا ريكس. وبس جعان وعطشان ياكل ويشرب ويفوق، وهدي له حقنه نظيفه عشان الحشرات والقرف، ويستريح بقى خلاص بقى، ويقعد بقى يتنيل بقى لعينه بقى، ويهدى شويه بقى، ويبطل يجري بقى ورا الحريم بقى. يا روحي لا مش هنقدر نمنعوه، ده هو خلاص اتعود خلاص. بس هو خلاص كده انا اطمن عليه لو نزل حتى لو نزل خلاص نطمنوا عليه. اه يا ابن الذين كنت فين يالا؟ عايز ياخد حقنه بقى. ادي له حقنه اظبطها، ادي له حقنه اظبطها. ايوه كنت فين يا ريكسو؟ شوف رجله روحي يا حبيب روحي، رجله متوسخه جامد. لا 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 شايف نايم في الشارع، شوف حبيبي وريه ظهره وسخ، وهو ما عرفش ياكل اكله، وما عرفش ياكل الاكل بتاع الشوارع. هو الكلب البلدي عموما بيقعد ست ايام من غير اكل ما عندوش مشكله، بس ده مقتول من الجوع يا روحي، ده من جوع بياكل. انت عارف هيعمل ايه؟ انا عارف هيعمل ايه، هياكل ويشرب ويرجع. لا انا مش عايزه يرجع تاني، مش بمزاجي، خليه يومين ولا حاجه وبعدين. مش بمزاجي، هو هياكل جاي ياكل ويشرب وهيرجع. وانا عارف اسبوع كل اسبوع هنزله. هو مش بمزاجك، هيصوت ويصرخ هيفضحنا، هو خلاص اتعود على الشارع والله، خلاص انتهى. حبيبي يا حبيبي، بس هو كده شاطر بقى خلاص. شاطر يا ريكس، ما حدش عضك شطوه ولا حد عضه ولا عربيه خبطته. الحمد لله وسليم وجميل بقى، جاي خاسس، بس جاي خاسس. ده انا عيطت لما شبعت يا كلب عشان افتكرتك مت ولا حصل لك حاجه يا جزم. روحي يلا انزلي مع عبد الرحمن، يلا سيبوه بقى يا جماعه يرتاح، ولما اجي من المدرسه هنحموه وننضفوه وردوا له حقنه. ده وحشني وعارف انه هينزل تاني، اصل خلاص هينزل تاني. لا سيبه تحت الاكل، لا ده هيعضك تحت الاكل. الاكل لا ده هو ميت من الجوع. عضك انت جامد. نهوشه بس ما يعضوش لعمره، عمره ما يعض.
سيبوه ميت من جوه، مقتول من جوه. لا خلاص شبع شبع شبع، اركنه له بقى على جنب. بس بس خلاص كانوا شبع. اه حبيبي كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ يروح بيحكي لنا بس هو جاي مبسوط. تعالى نكسر يا لهوي على الفرحه. ده جاي مبسوط مشتاق في البلكونه تاني. حبيبي وحشتني الوقفه دي يا ركوزه والله. والله وحشني الوقفه دي خالص. ولد على قد ولد على علي عروستك فين؟ وحشتني. انت بتدور على الكلاب اللي في الشوارع؟ بدور. عروستك فين؟ رجعنا للهبابة تاني. يا دي وجع الدماغ. لا لا ده حراسة، دي حراسة. وحشتني وحشني صوتك يا كلب. حراسة حراسة. ايه عايز تهزر؟ والله صوته وحشني. يا شيخ ده كان مزعج. لا انا بحب الاسعاد بتاعي. تعبان تعبان جامد. خلاص كلب بقى عايز ينزل الشارع. كلته هتنزل الشارع تاني؟ حبيبي كل ونام يا ناس. انت تعبان. نام يا ركسو. نام يا حبيبي. نام ولما تصحى من النوم انا هحميك. نام يا روح. نام. يلا نام. يلا نام يا مسكين يا قلبان. ركسو نام من كتر التعب يا عيني. بص بص تحت السرير. انده. ده ده سمسم بسبوس الحق. بسبوسه جاي جاي. اديله التمرية بتاعته اللي بتحب تلعب بيها. سرح حر سرح حر. يلا خايف يقع خايف يقع. انزل انزل. بحب اخدها وتقلب. بص في الظرف والطعام وخبز ده. سيبه ياخدها سيبه ياخدها لوحده وشوف هيعمل. ودلوقتي مع الافطار النهارده ومع عبد الرحمن مجهز لنا افطار بسيط جدا. بسم الله ما شاء الله. كلميني عن الفطار النهارده يا ام محمود. احنا عملنا النهارده افطار ما فيش اللحمه ولا سمك ولا اي حاجه. عملنا البصاره وعملنا المسقعه والبيض المسلوق والقشطه باللبن وهنا البطاطس المقليه والسلطه والمخلل وبس. الرقاق اللي احنا بنعمله عندنا في البيت. في الفيديو بنحمد الله سبحانه وتعالى على رجوع الحيوان الجميل ده بالسلامه للبيت. وما تنسوناش دايما من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.